تتجه الأنظار لملعب سانتياغو برنابيو بمدريد للاستضافة مباراة قوية وصعبة في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا بين فريق ريال مدريد الإسباني وفريق شاختار دونيسك الأوكراني في قمة المباريات اليوم. الكل يريد مشاهدة المباراة، إذا ما عليك فضل الضغط بزر لايك والاشتراك في القناة وشاهد معنا الفيديو حتى الأخير لكي تعرف كيف تشاهد مباراة اليوم. سوف تلعب تم الساعة 8 مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، والساعة 7 مساء بتوقيت غرينيت، وسوف تنقل تداعي المباراة على قناة بي ان بريمير اتش دي 2 الناقل الحصري للمباراة بتعليق علي محمد علي. تجدون البث في صندوق الوصف. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة وشاركونا توقعاتكم للمباراة. من سوف يفوز؟ الفريق ريال مدريد المستضاف مباراة اليوم أو فريق شاختار دونيتسك الضيف اليوم؟